جزاكم الله خيرا. السائل سين كاف يقول: توفيت أمي ولم تحج فرضها لعدم الاستطاعة، فهل يجوز أن يحج عنها ابنها إذا توفرت له الاستطاعة، أو تحج عنها ابنتها مثلا؟ نعم، هذا عمل طيب، فما دامت والدتكم لم تحج فإنه يستحب للابن أو بنت حج عنها، لأن هذا من أعظم البر، وفيه تبرئة لذمة الميت. فمن قدر منكم على الحج فإنه يحج عن أمه. وإن كانت تركت ذلك لعجزها يا شيخ، لم يتوفر لها الاستطاعة، الأم لم تكن مستطيعة الحج. نعم، وإن كان كذلك، لأن الحج ينفعها، الحج عمل صالح وينفعها. وإذا حج عنها ولدها من ذكر أو أنثى حصل المقصود، الحمد لله. وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك. نعم، أحسن الله إليكم. وكذلك الحج النافلة، كذلك لا بأس بالحج النافلة عن الميت، لأن هذا من زيادة البر والإحسان إليه. نعم، يعني وإن كان قد حج فريضته، إذا كان الميت قد حج فريضته أو حج عنه أحد حج الفريضة، فلا بأس بالزيادة بعد ذلك من حج التطوع له. نعم، الحمد لله.